انتم كتشوفوا الحاله ديالنا عزاونا واحد في لا امينه رشيد، كي قلت لا جميله لا حبي، تعدد الصفات ديال هذه المراه اللي معروفه بالوفاء ديالها، الوفاء ديال الاصدقاء ديالها، الفن ديالها، الميدان ديالها، والوفاء ديالها ايضا للزوج ديالها اللي هذه تقريبا سنتين باش توفى. ومن بعد الموت ديالو حنا كنشوفوا كيفاش بقات كتدوب بحال هذيك الشميعه كتدوب، ولكن كانت دائما كتحب الناس، كانت معطاءة. لن أنسى وقفتها على خشبة المسرح ونحن نكرمها في 23 جويلية في مهرجان هرهورة، وكيف استقبلت الناس. كنت لا أظن أنها تقدر تجي، ولكن جات لأنه الناس كيحبوها، وجات باش تسلم عليهم لأنها كان دائما تحب الآخرين. أنا تعلمت منها بزاف ديال الحوايج، هادشي كنقولوا لما كيموت الإنسان، ولكن لا، أمينة رشيد حقيقة تعلمنا منها بزاف، وخدمت معها في أول عمل ديالي مع سارق أحلام اللي كان بادرة خير عليا، وموراها فيلم الحوس السكر وما بغاش تموت، وفيلم اللي خلى أثر كبير، واللي صحيح أنه بدون وجود هذيك المرأة والله ما كانش غيكون عنده نفس النجاح اللي حصل عليه. ولكن الإنسان كيمشي وكيبقاو الأعمال ديالو، كتبقى الرسالة ديالو، فهي خلدت أعمال، دار أكثر من 600 عمل تلفزيوني إذاعي، أعمال سينمائية، وخلات ثروة كبيرة للمغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظة ما تجد نفسك كأنك الإبن وتنقلب الأدوار، والدور اللي كنتي واحد الوقت كنتي نسيب ديالها وكانت كتدور فيك، ها أنت في قاع دار الأبناء ديالها وكتشوفها فين غنكونوا كاملين، وكتشوف تحضرني ابتسامتها، تحضرني الكلمة الطيبة ديالها، تحضرني هذيك العفوية ديالها والارتجال ديالها، وهذا اللي خلى هذا التأثير. ولكن الحمد لله أنه لما كيعيش الإنسان كيخلي أثر ما كيبقاش فيه الحال.